هذا يا سادة يا كرام، اجتمعت مع رجل أعمال مهتم بالمشاريع الخيرية وسألني شو عندكم مشاريع. فقلت له شو المجالات اللي نحن نشتغل فيها، وبالرغم من وجود مشاريع كبيرة مثل المدارس والقرى السكنية اللي عم نعمرها، فقال لي لا، أنا طريقة تفكيري مختلفة، أنا بحب أنه أعمل شيء ضخم ما حدا من قبل عمله. حكينا شوي وعرفت من كلامه أنه هو ما راح يبدأ بأي عمل خيري إلا لحتى يكون هذا العمل ضخم وبيتناسب مع أفكاره. وللصدفة وبنفس اليوم التقيت مع رجل أعمال تاني وفهمت من الحديث أنه هو مستعد يدعم أي مشروع مهما كان صغير وفكرته بسيطة. فلما سألته عن السبب وحكيت له شو صار معي بالاجتماع اللي كان الصبح، فقال لي طبعا بعرفه كثير منيح هذا الشخص، بدأنا بالتفكير أنا وهو بعمل الخير من حوالي 10 سنوات، بس الفارق أنه أنا بلشت من سنوات وأكرمني رب العالمين أني ساعد آلاف الطلاب وعشرات آلاف العائلات الفقيرة. بس طريقة تفكير صديقي مختلفة عني، وهو بفكر أنه يعمل شيء ضخم من أول مرة، وأنه لعل وعسى يلاقي الفكرة الضخمة والكبيرة اللي عم يدور عنها ويشتغل فيها ليساعد أكبر عدد ممكن من الناس، ويختصر على حاله أنه يبلش بمشروع صغير. كمل حكي وقال أنا بالنسبة لرأيي فكان لازم يبدأ من الأول حتى لو بشيء بسيط. الله بيبارك ومنصلح على الطريق. هاي الكلمة وردت بشكل عادي أثناء الحديث اللي كان، إلا أنه لما رجعت على البيت ضلت هالكلمة عم تنعاد بذاكرتي. تذكرت كل مشاريع فريق ملهم، تذكرت كيف كل إنجاز وصلنا له ما كان هو نفس الإنجاز اللي كنا عم نخطط له ببداية كل مشروع، بل دائما النتيجة عم تكون أجمل وأعظم، وأنه التغيير أو التصليح اللي صار على الطريق برحلتنا بأي مشروع هو اللي حوله تحويل جذري وخلاه بهالعظمة والجمال. فالمهم أنه نبدأ ونحول كل أفكارنا لتنفيذ، والمهم أنه ما نضل عم نحكي ونحن رافعين سقف توقعاتنا. الإنجاز الأكبر بيكون أثناء الرحلة نفسها، نكتشفه ومننفذه ونحن عم نصلح الطريق وعن تجربه.